أعلنت جمعية الجراحين الكويتية تنظيمها المؤتمر الكويتي الأول للاختراعات والابتكارات الطبية والجراحية السبت المقبل متضمنا عددا من الأنشطة وورش العمل. وقال رئيس الجمعية الدكتور سلمان الصباح أن المؤتمر يهدف إلى تدريب الأطباء الجدد وصقل خبراتهم وتعريفهم بطرق التعامل مع الحالات المرضية المختلفة في هذا المجال، لا سيما أنه يتيح الفرصة للأطباء بتخصصاتهم المختلفة الاطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية والعملية في مجال الجراحة.